22 دقيقة لعب منذ انطلاقة الشوط 0-0. الكرة في الركنية صعبة وخطيرة، الهدف جول جول ستيواني الإيغواني، يفتح مجال التسجيل للإسبانيول من أول كرة وأول فرصة وأول لقطة من ركنية، فتح مجال التسجيل لصالح الإسبانيول أمام عشاقه وجماهيره. الريال بمورينيو منهزم بهدف مقابل صفر من دون رونالدو الموجود في كرسي الاحتياط، وبدخول جابي منذ حين ومن دون راموس وأوزيل ومارسيلو وألبيروا وغديرا. أي 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 أي. هدف أول يشعل المباراة من دون شك، الرأسية الأولى ثم الارتباك على مستوى دفاع الريال. لقطة كانت ممتازة من سيرجيو غارسيا اللي رجعها برجله اليسرى، شوف من رجعها غارسيا، أوب كانت خارجة تقريبا، رجعها غارسيا. ستيواني في المكان المناسب، ثلاث لاعبين من لاعبي الريال ساقطين، ستيواني يسدد والكرة في الشباك. ريال مدريد منهزم أمام الإسبانيول، هدف للصفر في برشلونة. وعشرين دقيقة لعب مشاهدي الشوط الأول، دائما هدف للصفر. لوكا مودريتش الكرة مرفوعة، هيلو بالرأس، هدف جول. إيغواين إيغواين إيغواين، بعد أن دخل كريستيانو رونالدو في مكان كاكا مباشرة، غونزالو إيغواين قال لمورينيو بطريقته شكرا على الثقة وأنا أرد الجميل، شكرا على الثقة يا مورينيو وأنا أرد الجميل وأعدل النتيجة بالرأس. المسها بشعره فقط، إيغواين عدل النتيجة للريال مباشرة بعد دخول رونالدو وبعد مخالفة لوكا مودريتش من هناك بالرأس. إيغواين يسجل هدفه الرابع عشر مع فريق ريال مدريد هذا الموسم. تبعد المباراة، الدفاع ينقذ الموقف عن طريق ناتشو، مازالت الكرة للإسبانيول. أي صورة مجهدة يعني، لأنه فعلا فعلا تعيس. الحكم المساعد يسقط، وهل طلب الإسعافات أم ماذا هنالك؟ طبعا أمور هكذا تحدث في مباريات الكرة ويحدث أخطر منها. شوف الإعادة مرة الثانية للاحتكاك.